ريجينس، الريجينس ساندستون، تسمع كده يعني حجر رملي حديدي، حجر رملي فيه حديد يعني، تمام. اما الالوان فهي متلخبطه حسب نوع الاكسيد اللي موجود، تمام. دي رقم واحد. رقم اثنين، عايزين نشوف هنا حاجه كده. انتوا خدتوا البرايمر ستراكشر، اذا خدتوا التراكيب الاوليه ايوه عارفينها. طب ما انت شايف حاجه من التراكيب الاوليه هنا كده، في سطح عدم توافق هنا اللي هو لا في حاجه اسمها كروس. ايه الفرق بين التطابق المتقاطع وما بين الانجلر انكونفورميتي؟ مش الانجلر انكونفورميتي بيبقى فيه طبقات مايله وفيها طبقات افقيه؟ في طبقات ما فيش. اللي هو الانجلر كونفورميتي بيكون فيه انقطاع في الزمن وانقطاع في الترسيب وبيكون فيه، ادي حاجه هنا ما فيش انقطاع في الترسيب. لا جميل. طيب سبب الانجلر انكونفورميتي ايه؟ في وجود سطح يعني التكتونيك موفمنت. لا يا تكتونيك موفمنت طلعت التباطؤ حصل الرجعه. جميل. هنا اللي سبب ده، دي بيسموها يعني ايه ساند ديبوزيشن ستراكشر او تراكيب جيولوجيه اوليه. اوليه يعني تكونت وقت ما هذا هذه الرواسب ترسبت، يعني اثناء وهي بتترسب خدت الشكل بتاع التقطع التطابق المتقاطع او الكروس بيدنج ده. طب ليه برضو خدته؟ ليه ترسبت كده؟ لو انتوا تتخيلوا مثلا في, 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 في اي شط من الشواطئ اللي انتوا بتصيفوا فيها، بتلاقوا الامواج عماله ايه تروح كده وترجع، تروح كده، بتغيب الامواج مثلا واخده يوم 13 ايام 20 يوم بتعمل في الاتجاه ده، فبتقوم تساوي الرمل او تخلي ساند ستون ياخد الاتجاه التطبق ده فوق رقه تانية. طيب بيجي بقى الرياح، بيقول لك في رياح شماليه شرقيه وفي رياح مش عارف غربيه، جه في الشتاء اللي بعديه فتقوم جايبه الرمل ومخليها رادم على واخد الاتجاه الافقي ده. الكونتاكت بين